امتعاض عربي وتركماني من تسنم شخصيات كردية مناصب في مفوضية كركوك، معتبرين الأمر حرمان للمكونين وخرق للأعراف الديمقراطية، مشككين بشفافية الانتخابات المقبلة كأن يحدث تزوير فيها كما حدث في الانتخابات السابقة. التغييرات الإدارية الأخيرة التي جرت في مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات من قبل مجلس المفوضين في الأمرين الوزاريين 40 و41 في 2 حزيران 2021 تظهر نية مبيتة ومخيبة بحق المكونين التركماني والعربي في كركوك، وإن حرمان المكونين من ممارسة حقوقهما الإدارية في مؤسسات الدولة هو مخالفة دستورية وخرق للأعراف الديمقراطية، وتزيد شكوك جمهور المكونين بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة والتي دخلنا مراحلها المهمة والحاسمة. إن المكونين العربي والتركماني في كركوك شاركا في العملية الانتخابية طيلة السنوات المنصرمة رغم عمليات التزوير والخروقات التي حدثت، وخصوصا في الانتخابات النيابية الأخيرة 2018. الكرد بيّنوا عدم وجود تدخل من قبلهم لتعيين إدارة للمفوضية، وإن أوامر التعيين والتغييرات مناطة بمجلس القضاة والمفوضين، وأي استهجان للكتل أو اتهام من قبل الكتلتين العربية والتركمانية فهو موجه لمجلس المفوضين. احنا لا لنا اي علاقه ما عندنا اي علاقه بالموضوع صراحه. فسابقا كان يتهموا الكرد، قالوا المديره السابقه كان الى متورطه بقضايا التزوير. هالمره تخير استبدلوا هذا المديره بمدير اخر فمن مكون كاكي. فاحنا كاتحاد وطني كردستاني ما لنا اي دخل بهذه المواضيع، لان نرى ان هذه التغييرات ياتي ضمن صميم العمل المجلس القضاة والمفوضين. قبيل كل انتخابات مفوضية كركوك تثير الجدل بسبب إدارتها التي يصفها المكونين العربي والتركماني إنها حكرا للكرد، رغم أن الكرد بيّنوا إنهم غير مؤثرين بقرار مجلس القضاة والمفوضين. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.